لبنان أو أرمينيا؟ أرمينيا. تركيا بمكان ما اليوم في عندها مشاكل، هيدا لسوء حظهم ولحسن حظنا، وأنا شخصياً كتير مبسوط بهذا الموضوع لأنه ما بحبهم. بتشجع السياحة التركية بلبنان؟ إجمالاً ما بشجع شيء خاصه بتركيا، لا من قريب ولا من بعيد. إسرائيل أو تركيا؟ ولا واحد. أنا لبناني من أصول أرمنية، ولبنان وطن نهائي بالنسبة لي. أنا بموضوع تركي بطلب من الوزير يلي هو بالإنابة يجي يتعاطى بالموضوع. أنا ما أسأت لحدا تأعتذر، إذا طلب مني رسمياً استقيل بستقيل.